من أسباب الائتلاف الرحمة. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. سبحان الله، كتاب الله فيه الهداية لكل شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك أيها النبي هي سبب لينك مع أصحابك. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولهذا نقول: من جعلت في قلبه الرحمة لان لإخوانه، والغلظة والشدة لا تأتي إلا من قسوة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله، يعني لاحظوا، أنا دائما أقف عند هذه الآية، الخطاب لمن؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينفض من حولك؟ الصحابة الذين سينفض من حولك، هم خيار الأمة. أنت أيها النبي الرسول الوحيد لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، نأخذ المقارنة في مقابل هذا، عالم والناس لم يجتمعوا حولك، فمن باب أولى أن لا يجتمع الناس حولك، لأنك عالم العلماء كثير. إذا شددت على الناس يقول الطلبة: العلماء كثير، والله لو كان عنده علم الصحابة ما درست عنده، لأنه شديد غليظ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل للأمة ليس له عوض من غيره، وأما العالم فيه عوض من غيره من العلماء، وخيار الأمة هؤلاء، يقول لانفضوا من حولك والذي يخبر رب العالمين، فكيف بحالنا اليوم؟ الضعف. فمن شدد انفض الناس من حوله، من كان غليظا جافيا انفض الناس من حوله، من كان رحيما اجتمع الناس من حوله. ولهذا سلك بعض أهل البدع على ما لديهم من فساد في الاعتقاد مسلك الرحمة، ووصلوا لبعض الناس، وصلوا للناس، وشددنا على سلامة العقيدة فخسرنا بعض الناس. بعض الناس يقول: لماذا لا يقبلون دعوتنا؟ نحن السلفيون، نحن أقوياء في الحق، شدتك هي التي نفرت. والله لا يمكن لدين الله أن ينفر الناس، لا يمكن للقرآن أن ينفر الناس. رحمة أنزلها الله في كتاب الرحمة حتى بالبهائم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. البهيمة تذبحها ترفق بها ولا تحد الشفرة أمامها. وعمر هذا الذي كان جافيا شديدا في الجاهلية وكانوا يخشون من شدته، ما أن دخل في الإسلام حتى جعل الله في قلبه الرحمة، ويقول لرجل رآه يقود شاة بقرنها قال: قدها إلى الموت قودا رفيقا، رضي الله عنه. هذه الرحمة يجتمع عليها المسلمون، يجتمع أهل السنة، والغلظة والشدة والجفاء والقسوة سبب للتنافر وسبب للتمزق. أيضا انظر الصحابة، يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بأنهم رحماء بينهم. نحن الآن ألسنا نقول نحن أتباع الصحابة؟ ألا ندعي أن من أتباع السلف على هدي الصحابة؟ لماذا نشدد على أخواننا؟ الله عز وجل يقول الصحابة رحماء بينهم، رحماء بينهم، لماذا نحن لا نكون رحماء فيما بيننا؟ على هذا اجتمع الصحابة وتحاب الصحابة وتآلف الصحابة رضي الله عنهم.